مشاهدينا فقرة صباح نيوز رفقة سامية مازون. يسعد الله صباحك سامية. صباح الأنوار لك أمل ولكل مشاهدي صباح نيوز. والغريب في الأمر أن تويتر لن يكون مجانية. فعلا أمال سيكون إذن مدفوع وربما ستكون التأشيرة وأيضا الميزانية قليلة فقط. إذن هذا ما أعلن عنه إيلون ماسك. إذن تويتر قد يصبح غير مجاني للبعض وهذا ما كشف عنه من خلال تغريدة له هذا الصباح. إذن هذا الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أعلن أن تويتر سيبقى مجانيا للمستخدمين العاديين لكنه قد يطلب رسوما من بعض الحسابات. وكتب ماسك في تغريدة له: سيظل دائما تويتر مجانيا للمستخدمين العاديين لكن قد يطلب تكلفة طفيفة جدا للاستخدام التجاري وأيضا الحكومي. تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تتزايد فيه التكهنات على جملة من التغييرات التي ستطرأ إذن على تويتر منذ أن استحوذ عليه وعلى الموقع مؤخرا ماسك. إذن هذه المجموعة من التغييرات في تويتر حيث قال إنه يريد تحسين المنصة وإضافة عناصر جديدة لها من أجل المنافسة. إذن يسعى ماسك لزيادة عدد المستخدمين في هذه المنصة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، كما أعرب عن رغبته في إصلاح ما اعتبره رقابة المنصة المفرطة على المحتوى، حيث يصف نفسه أنه داعم لحرية التعبير المطلقة. كذلك ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة أن ماسك يخطط لجعل تويتر شركة عامة مرة أخرى وذلك خلال 3 سنوات من شرائه المنصة، حيث أبلغ مستثمرين محتملين أنه يخطط لتنظيم الطرح عام أولي لإعادة تويتر إلى الأسواق العامة.